نروح مع حضراتكم واخبارنا اليوميه عن النادي الاهلي ومراسلتنا مريم سميح مراسله قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. مريم بصبح عليكي انا وكريم وطلعينا ما لديكي كده جديد عن اخبار النادي الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وطبعا يوم جديد كالعادة من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. هيكون معانا جولة في أهم أخبار النادي وكمان للأجواء داخل المقر هنا بالجزيرة. طبعا عايزين نبدأ بالإقبال، إقبال الأعضاء عايزين نقول إن هو أكثر كثافة من الأيام الماضية، ده طبعا نظرا بسبب أجازة بكرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة أحب أقول لكم كل سنة طيبين وبهني كل الأمة الإسلامية بمناسبة مولد النبي الشريف. ده طبعا عايز أقول كمان إن يعني الإقبال بسبب درجة الحرارة كمان كتير، لأن درجة الحرارة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بتتراوح ما بين 24 ل 26 درجة مئوية، وده طبعا مقارنة بالأيام الماضية أو الأسابيع الماضية يعتبر الجو كويس جدا بالنسبة للأعضاء. وعلى مدار اليوم من المتوقع إن يعني لا تزيد درجة الحرارة عن 28 أو 29 درجة مئوية. عايزة كمان أقول إن المناطق المحيطة بالنادي الأهلي أو المؤدية لمقر النادي الأهلي بالجزيرة كلها برضو للأسف بتستمر الكثافات المرورية بسبب موسم المدارس، سواء محيط الدقي أو العجوزة أو قصر النيل وكمان محور 26 يوليو وكوبري 6 أكتوبر، كلهم للأسف بيشهدوا كثافات مرورية شديدة. ولكن أكتر مناطق بتشهد هذه الكثافات كوبري 6 أكتوبر، محور 26 يوليو وكمان منطقة الدقي. عايزة كمان أقول إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نغفل دور العمال هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، في الحقيقة متواجدين منذ الصباح الباكر يعني حوالي 6 أو 7 صباحا، مستمرين في تطهير وتعقيم وتنظيف جميع أروقة النادي حرصا على سلامة الأعضاء. عايزين ننتقل لطبعا الأنشطة الاجتماعية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل بعد غد الجمعة ندوة دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقام الندوة تحت عنوان المولد النبوي الشريف دروس وعبر. هتستضيف الندوة الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، وهتقام الندوة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة أمام الشاشة الرئيسية في تمام الساعة 6 مساء. طبعا بتنظم هذه الندوة لجنة المرأة برئاسة أنهار أنديل بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي. ننتقل للأنشطة الرياضية على صعيد الألعاب الأخرى وتحديدا كرة السلة، تم التعاقد مع الأمريكية كايلا، وده طبعا للانضمام لفريق الأول لكرة السلة سيدات. عايزين نقول أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من الجهاز الفني، ده طبعا كله في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب في دعم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المطلوبة علشان النادي الأهلي يحقق كافة البطولات ويفوز فيها وينافس فيها طبعا بشكل أساسي. ننتقل للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، طبعا استأنف تدريباته أمس الثلاثاء تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسي ماني، انضم للمران أمس 6 وتم تصعيد 6 ناشئين لانضمامهم للفريق الأول لكرة القدم تحديدا مران أمس الثلاثاء. يعني الناشئين هم محمد حسام ميدو مدافع مواليد 2000، فارس طارق ظهير أيمن مواليد 2000، أحمد محمد عبد القادر حمدي مهاجم مواليد 99، عبد الرحمن أشرف منو لاعب وسط دفاعي مواليد 99، أحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن مواليد 2002، أحمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد 2001. كمان بيتسو موسيماني ركز أمس الثلاثاء في ميرانو على تدريبات الكرة وكمان يعني تخلل التمرين تراي ماتش، ده طبعا للاطمئنان على جاهزية اللاعبين خلال الفترة المقبلة. كمان رامي ربيعة مدافع الفريق يعني خضع لتدريبات قوية جدا، ده طبعا ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي اللي كان بينفذه بعد إصابته في العضلة الخلفية، كمان علشان يستعد رامي ربيعة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
عايزين نقول ان بيتسو موسيماني دايما بيرفع شعار لا للراحه. النهارده ان شاء الله هتستأنف التدريبات، هيتجمع الفريق في تمام الساعه 3 عصرا وهيبدا المران في تمام الساعه 4 كمان بكره وبعده التجمع في نفس الموعد، وكمان هيبدا المران في تمام الساعه 4 عصرا، ده طبعا على ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. وطبعا ده يعني تجهيزا للمباراه، مباراه طلائع الجيش اللي هتتم في الجوله الاخيره يوم السبت المقبل ضمن يعني بطوله الدوري الممتاز. دي كانت اهم اخبارنا النهارده وجوله داخل النادي، اخبار النادي والاجواء كمان واقبال الاعضاء. بشكركم جدا، عوده للاستوديو مره اخرى. واحنا بنشكرك يا مريم، شكرا ليكي زميلتنا العزيزه.